السلام عليكم. في هذه المحاضرة راح نتعرف على تأثير درجة الحرارة على حرارة التفاعل. فراح أجي على هذا الموضوع اللي هو بعنوان Variation of heat enthalpy of reaction with temperature. The heat of reaction changes with change in temperature due to variation in specific heat. The equations representing the variation of heat change of reaction with temperature are known as Kirchhoff's equations. Variation of heat التغير في حرارة أو انثالبي الخاصة بالتفاعل مع التمبراتشر أو مع درجة الحرارة. The heat of reaction حرارة التفاعل changes تتغير with change in temperature. يعني حرارة التفاعل تتغير بتغير درجة حرارة التفاعل. التمبراتشر طبعا نقصد بها درجة الحرارة الخاصة بالتفاعل. يعني من تتغير درجة حرارة التفاعل هذا راح يؤدي الى تغيير الانثالبي الخاصه بالتفاعل الكيميائي، مع العلم بانه التفاعل هو بقى نفسه، لكن من تتغير درجه حراره التفاعل ايضا كميه الحراره اللي راح يمتصها التفاعل او راح يحررها التفاعل راح تتغير تبعا لتغير درجه الحراره. السبب بهذا الشيء هو الفاريشن ان سبيسيفيك هيت، التغير بالحراره او سبيسيفيك هيت او الحراره النوعيه او الهيت كاباسيتي CP أو CV من راح تتغير باختلاف درجة الحرارة، هذا راح يؤدي لي إلى اختلاف الانثالبي الخاصة بالتفاعل. The equations representing the variation of heat change، المعادلات اللي تمثل التغير بحرارة التفاعل تبع لتغير درجة الحرارة مع درجة الحرارة تسمى بمعادلات كيرشوفس، وراح نشوف شنو هذه المعادلات. فمبدئيا من تتغير درجة حرارة التفاعل هذا راح يؤدي إلى تغير الانثالبي اللي راح يؤدي بها التفاعل. هسه نجي على اول نوع من انواع الانظمه اللي هو عباره عن الكونستانت فوليوم بروسيس، وراح نشوف شلون راح تتاثر حراره التفاعل بدرجه الحراره في حال اذا كان عندي نظام من نوع كونستانت فوليوم بروسيس. طبعا احنا نعرف بانه في حاله اذا كان عندي نظام من نوع كونستانت فوليوم بروسيس فان حراره التفاعل دلتا اتش RXN تساوي الدلتا U، وهذا بدوره راح يساوي U2 ماينس U1. وحرارة التفاعل رمزتها بالرمز مو دلتا H هنا، هو دلتا H RXN، لأنه اكو بعض المصادر ترمز لحرارة التفاعل بهذا الرمز. هو نفس الشيء لو رمزنا لها بالرمز دلتا H أو دلتا H RXN، هي بس مجرد رموز، لكن هنا أنا حطيت هذه الرموز حتى في حالة إذا قرأت مصادر راح تشوفون بانه بعض التعابير تكون بهذا الشكل. هنا أنا عندي الدلتا اتش ار اكس ان تساوي هيت اوف ريكشن او نسميها الانثالبي اوف ريكشن، التسميتين هي نفس المبدا. فهنا راح نقول انثالبي تشينج اوف ريكشن، واحنا قلنا مسبقا بانه اي تفاعل يحدث هذا راح يكون مصاحب الى تغير بالانثالبي. هذا التغير بالانثالبي رمزت له بالرمز دلتا اتش ار اكس ان. اما بالنسبه لليو 1 فهي عباره عن الانترنال انرجي للمواد المتفاعله، انترنال انرجي اوف رياكتنتس، مواد المتفاعله. اما بالنسبه لليو 2 فهي عبارة عن الـ internal energy of products، مواد متفاعلة ومواد ناتجة. واحنا قلنا مسبقا بأنه دائما الـ 1 يشير إلى الـ initial state والـ 2 يشير إلى الـ final state. وبما أنه عندنا تفاعل كيميائي هذا راح يعني بأنه الـ 1 هو عبارة عن المواد المتفاعلة أو الـ reactants، وبالنسبة لل2 هو عبارة عن المواد الناتجة أو الـ products. هذا بصورة عامة هو عبارة عن معادلة لحساب الدلتا H خاصة بالتفاعل، لكن شرط أن تكون عندي الـ U1 والـ U2 محسوبة بنفس درجة الحرارة اللي إحنا نريد نحسب بها التفاعل، حرارة التفاعل. يعني مثلا إذا أردت حرارة التفاعل بالمية لازم تكون عندي الـ U1 والـ U2 أيضا محسوبة بالمية. إذا أردت حرارة التفاعل بالميتين ايضا لازم تكون عندي اليو 2 واليو 1 محسوبه بال200. يعني بمعنى اخر لازم تكون عندي الحراره موحده في
في هذه المعادلة بالنسبة للطرف الأيمن وبالنسبة للطرف الأيسر. لو نفرض بأنه حرارة التفاعل أو درجة الحرارة اختلفت، يعني مثلا لو كان عندي فد مفاعل معين، لو فرضنا بأنه هذا فد مفاعل، هذا عبارة عن رياكتر اللي هو عبارة عن مفاعل، وأكو تفاعل مثلا جاي يحدث فيه هو عبارة عن تفاعل مادة A وتحولها إلى المادة B. إذا كانت عندي درجة الحرارة T1 على سبيل المثال، هذا التفاعل راح يحدث وراح تكون انثالبي خاصة بي محسوبة بالT1. لكن أريد أعرف في حالة إذا تغيرت درجة الحرارة مالت المفاعل من T1 إلى T2، إيش راح يصير بالحرارة مالت التفاعل؟ فهنا أنا راح أقول when the temperature value اللي هي قيمة درجة الحرارة تتغير من T1 إلى T2، بهذه الحالة حرارة التفاعل راح تصير عندي بها قيمتين، حرارة في T1 وحرارة في T2، ومن نقصد بها حرارة نقصد بها كمية الكيو اللي راح يكتسبها التفاعل أو راح يفقدها أثناء حدوثه. فهنا عندي معادلة كيرشوف أحد أشكالها الخاصة بهذا التفاعل، راح أقول بأنه الدلتا H RxN أو حرارة التفاعل at temperature 2 minus الدلتا H RxN at T1 راح تساوي تكامل من T1 إلى T2 دلتا CV dT. هاي هي عبارة عن المعادلة الأساسية اللي أقدر أستخدمها حتى أشوف شلون راح تتغير انثالبي مالت التفاعل مع تغير درجة الحرارة. هنا إذا أجي على هذه المقادير أعرفها حتى تكون عندي المعادلة واضحة، راح أقول بأنه الدلتا H RxN at T1 هاي عبارة عن انثالبي تشينج اوف رياكشن ات T1، يعني هي عبارة عن انثالبي الخاصة بالتفاعل عندما تكون درجة حرارة التفاعل هي T1. نفس الشيء بالنسبة للدلتا H at T2، راح أقول الدلتا H RxN at T2 راح تساوي الانثالبي تشينج of reaction at T2 اللي هو عبارة عن التغير الانثالبي الخاصة بالتفاعل عندما تكون عندي درجة حرارة التفاعل هي T2. أما بالنسبة للمقدار الآخر اللي هو الدلتا CV، فالدلتا CV راح أعرفه بالشكل التالي: الدلتا CV يساوي CV2 minus CV1، والCV2 والCV1 هي عبارة عن products و reactants. فمن أجي أعرفها راح أقول CV1 تساوي heat capacity راح تساوي لي الheat capacity of reactants at constant volume. أما بالنسبة لل CV2 فهي أيضا راح تكون نفس المبدأ لكن خاصة بالنواتج، فراح أجي أعرف ال CV2 وراح أقول هي عبارة عن الـ Heat Capacity of Products
at constant volume. فالسي في 1 هي عبارة عن السي في الخاصة بالمواد المتفاعلة، والسي في 2 هي عبارة عن السي في الخاصة بالمواد الناتجة. عن طريق الطرح بين هاتين القيمتين راح أقدر أحصل على الدلتا سي في. بعد أن أحصل على قيمة الدلتا سي في بهذه الحالة، أجي أعوضها في هذه المعادلة اللي موجودة عندي هنا، وأقدر أحسب حرارة التفاعل at T2 بالاعتماد على حرارة التفاعل at T1. يعني من الصير عندي درجة الحرارة الأولى معلومة مثلا، ودرجة الحرارة الثانية هي المطلوبة، وكانت عندي الدلتا H الخاصة بالتفاعل معلومة في أحد درجات الحرارة، أقدر أحسب حرارة التفاعل بأي درجة حرارة أخرى بالاعتماد على القيمة الأولى المعطاة عن طريق هذه العلاقة الرياضية. وطبعا السي في ممكن أنه تكون بشكل ثابت، في بعض الأحيان تؤخذ كأفرج بين قيمة T1 وبين قيمة T2، وفي بعض الأحيان تكون قيمتها ثابتة، يعني تعتبر ثابتة بين T1 و T2، وأحيانا أخرى ممكن أنه تجي بشكل معادلة، وهي راح تكون عندنا أوضح من نجي ناخذ عليها أمثلة إن شاء الله. أما إذا كان النظام من نوع Constant Pressure Process وهو عبارة عن نظام اللي يكون بضغط ثابت، فإحنا نعرف مسبقا بأنه الدلتا H الخاصة بالتفاعل في هذا النوع من الأنظمة، أيضا راح أرمزها بالرمز دلتا H، وأيضا أخلي RXN لأنه بعض المصادر تستخدم هذا التعبير، راح تساوي الانثالبي تشينج الاعتيادية اللي هي الدلتا H اللي هي عبارة عن H2 minus H1. وذكرنا مسبقا بأنه حرارة التفاعل at constant pressure هي عبارة عن دلتا H أو عبارة عن الانثالبي تشينج. أيضا إذا جيت عرفت المتغيرات الخاصة بهذه المعادلة، راح أقول الدلتا H RXN هي عبارة عن الانثالبي تشينج اوف رياكشن، انثالبي تشينج اوف رياكشن هي عبارة عن التغير في انثالبية التفاعل. أما بالنسبة لل H1 وال H2 فهي عبارة عن انثالبي الخاصة بالمواد المتفاعلة والانثالبي الخاصة بالمواد الناتجة. فراح أجي أعرف قيمة ال H1، راح أقول انثالبي of reactants وبالنسبة لل H2 هي عبارة عن الانثالبي المواد الناتجة، فراح أقول هي عبارة عن انثالبي of products. فإذا الدلتا اتش ار اكس هي عبارة عن الانثالبي الخاصة بالتفاعل، وال H1 هي عبارة عن الانثالبي of reactants أو المواد المتفاعلة، وال H2 هي عبارة عن الانثالبي of products أو الانثالبي الخاصة بالمواد الناتجة. أيضا مثل ما ذكرنا قبل قليل، من تتغير درجة حرارة التفاعل أو درجة حرارة المفاعل من حرارة أولى إلى حرارة ثانية، فبهذه الحالة أيضا قيمة الدلتا H راح تختلف عندي. فالمعادلة اللي تعبر لي عن هذه الحالة الخاصة بالكونستنت بريشر بروسيس راح تكون عندي بالشكل التالي. نقدر نقول بأنه الدلتا H RXN at T2 minus الدلتا H RXN at T1 راح يساوي تكامل من T1 إلى T2 للدلتا CP DT. وهذه أيضا تعتبر المعادلة الأساسية لحساب تأثير درجة الحرارة على الانثالبي الخاصة بالتفاعل الكيميائي. نفس المعادلة السابقة، لكن بمكان السي في صارت عندي سي بي، باعتبار انه البروسيس اللي موجود عندي في هذه الحالة هو عبارة عن Constant Pressure Process.
أيضا إذا جيت عرفت المتغيرات الموجودة في هذه المعادلة راح أقول الدلتا H RXN at T1 هو عبارة عن الانثالبي تشينج أو التغير بالانثالبية انثالبي تشينج of reaction at T1 في درجة الحرارة الأولى. وبالنسبة للدلتا H RXN at T2 دلتا H RXN at T2 راح يساوي enthalpy change of reaction at T2. أما بالنسبة للدلتا CP فنفس تعريف الدلتا CP أيضا راح أقول الدلتا CP راح تساوي CP2 minus CP1. وطبعا CP1 راح تساوي الهيت كاباسيتي الهيت كاباسيتي of reactants at constant pressure. يعني CP1 هي عبارة عن الهيت كاباسيتي اللي هي CP الخاصة بالمواد المتفاعلة at constant pressure عندما يكون عندي الضغط ثابت. أما بالنسبة لـ CP2 فهي عبارة عن الهيت كاباسيتي of products at constant pressure. أيضا هي عبارة عن الهيت كاباسيتي للمواد الناتجة عندما يكون عندي الضغط ثابت في هذه الحالة. فإذا هذه المعادلات هي معادلات كيرشوف تستخدم لحساب الدلتا اتش أو الانثالبي الخاصة بالتفاعل الكيميائي بأي درجة حرارة معينة إذا كانت التفاعل الدلتا اتش الخاصة به معلومة في درجة حرارة أخرى. هو عبارة عن معادلة جدا بسيطة السي بي ممكن أن تكون بشكل ثابت ضمن الرينج المأخوذ من T1 إلى T2 أو ممكن أنه تكون بشكل معادلات. في جميع الحالات أكاملها إذا كانت ثابتة تطلع خارج التكامل كقيمة ثابتة، أما إذا كانت بشكل معادلة فعادي نفس الشيء نكامل المعادلة ابتداء من T1 إلى T2 ونقدر نحسب الدلتا H الخاصة بالتفاعل بأي درجة حرارة أخرى. هسه نجي ناخذ أمثلة نوضح من خلالها شلون بإمكاننا أن نستخدم هذه المعادلات وشلون بإمكاننا أن نعرف تأثير التغير في درجة الحرارة على الانثالبي of reaction. فأول مثال يقول The heat of the reaction 0.5 H2 plus 0.5 Cl2 goes to HCl at 27 degrees Celsius is minus 22.1 kilocalorie. Calculate the heat of reaction at 77 degrees Celsius. The molar heat capacities at constant pressure can be considered as nearly constant through the temperature range of 27 to 77 degrees Celsius, with the following values: for H2O, for H2 is 6.82 calorie per mole Kelvin, for Cl2 is 7.7 calorie per mole Kelvin, and for HCl is 6.8 calorie per mole Kelvin. في هذا المثال أعطاني حرارة التفاعل اللي هو عبارة عن تفاعل الهيدروجين مع الكلور حتى يكون لي HCl. أعطاني حرارة التفاعل عندما تكون درجة الحرارة الخاصة بالتفاعل 27 درجة سيليزية هي مقدارها سالب 22.1، يعني عبارة عن تفاعل باعث الحرارة باعتبار أنه الكيو الخاصة بالتفاعل هي عبارة عن إشارة سالبة.
فانطاني حرارة التفاعل في درجة حرارة 27 درجة سيليزية مقدارها صار 22.1 كيلو كالوري، وطلب من عندي حساب حرارة التفاعل إذا كانت درجة الحرارة هي 77 درجة سيليزية. وقال بالسؤال المولر هيت كاباسيتيز ات كونستانت بريشر، من يقول ات كونستانت بريشر يعني ما معناتها هاي السي بي، انطاني قيم السي بي وقال كان بي كونسيدرد، ممكن انه نعتبرها از نيرلي كونستانت، كانما نعتبرها تقريبا ثابته through the temperature range of 27 to 77. يعني الهيت كاباسيتي ات كونستانت بريشر اللي هي السي بي ممكن انه نعتبرها ثابته على طول المسار اللي موجود بين درجه الحراره 27 وال 77 درجه سيليزيه. يعني قيمها راح تكون تقريبا ثابته، اعطاني اياها كارقام وليس بشكل معادلات. With the following values مع القيم التاليه بالنسبه للهيدروجين، السي بي الخاصه بها عباره عن 6.82 كالوري لكل مول كلفين، وبالنسبه للسي ال 2 هي عباره عن 7.7 كالوري بير مول كلفين، وانطاني اياها بالنسبه لل HCl قيمتها عباره عن 6.8 كالوري لكل مول كلفين. فاذا نلاحظ في هذا السؤال بانه انطاني حراره التفاعل في درجه حراره معينه اللي هي عباره عن 27 درجه سيليزيه، وطالب من عندي حساب حراره التفاعل في درجه حراره اخرى اللي هي عباره عن 77 درجه سيليزيه. نجي على حل المثال، فراح اقول السوليوشن الخاص بهذا المثال اول شيء اجي اسويه اسجل المعلومات اللي انطاني اياها بالسؤال. فالمعلومات تقول اول شيء انطاني قيمه التي 1 هي عباره عن 27 درجه سيليزيه، واذا حولتها الى كلفن راح تكون بمقدار 300 كلفن، وانطاني ايضا قيمه التي 2 اللي هي كانت قيمتها عبارة عن 77 درجة سيليزية، وهذا إذا حولتها إلى كلفن راح تكون بشكل 350 كلفن، طبعا فقط أضيف لها 273 فتقريبا راح تطلع قيمتها 350 كلفن. أيضا أنطاني الهيت كاباسيتي أو سي بي بالنسبة للهيدروجين كانت قيمتها المعطاة عبارة عن 6.82 كالوري لكل مول كلفن، ولهذا السبب درجة الحرارة حولتها إلى كلفن باعتبار أنه الوحدات المعطاة بالنسبة للسي بي التعبير عن درجة الحرارة كان بمقدار كلفن. فإذا لازم شكو عندي درجة الحرارة تكون عندي معبر عنها بالكلفن حتى ليس عندي أي إرباك بالوحدات. أما بالنسبة للسي بي الخاصة بمادة الكلور فانطاني قيمتها بمقدار 7.7 ايضا بوحدات كالوري بير مول كلفن، وبالنسبه للهيت كاباسيتي الخاصه بالاتش سي ار فقيمتها كانت بمقدار 6.8 ايضا وحداتها كانت بشكل كالوري بير مول كلفن. إذا نلاحظ بأنه درجة الحرارة في جميع التعابير هي بشكل كلفن، فلازم أحول درجة الحرارة المعطاة عندي بالسؤال أيضا إلى شكل كلفن. إحنا نعرف حسب علاقات كيرشوف أقدر أربط انثالبي أوف ريأكشن بدرجتي حرارة مختلفتين بالاعتماد على قيمة السي بي في حال إذا كان عندي البروسيس من نوع كونستانت بريشر. هنا استنتجت بأنه البروسيس من نوع كونستانت بريشر بالاعتماد على المعلومات المعطاة عندي بالسؤال. المعلومات المعطاة عندي بالسؤال انطاني اياها بشكل سي بي، هذا يعني بانه الداتا الموجودة عندي at constant pressure، اذا التعابير اللي راح استخدمها ايضا راح استخدمها at constant pressure. فراح اقول according to Kirchhoff's equations بالاعتماد او وفقا لمعادلات كيرشوف اقدر اعبر عن دلتا اتش بالشكل التالي، اقدر اقول بانه الدلتا اتش
r xn at t2 minus delta h r xn at t1. وطبعا قلنا نقدر نعبر عنها فقط دلتا h، يعني اقدر احذف هاي الار اكس ان واقدر ابقيها، هاي فقط عبارة عن رموز. راح يساوي لي تكامل من t1 الى t2 الدلتا سي بي دي تي، والدلتا سي بي عرفناها مسبقا هي عبارة عن سي بي 2 ماينس سي بي 1، واللي هي عبارة عن سي بي الخاصة بالبرودكت ماينس سي بي الخاصة بالرياكتنس، يعني عبارة عن مواد ناتجة ومواد متفاعلة أطرح بيناتهم تطلع عندي الدلتا سي بي. ولازم ما ننسى بأنه لازم يكون عندي مضروبة في عدد المولات، يعني هاي راح أجي أعوضها المعادلة مالت التفاعل الكيميائي مالتي بالشكل التالي. إذا جيت وكتبت المعادلة، المعادلة هي عبارة عن 1/2 H2 زائد 1/2 Cl2 راح ينطيني ال HCl. فهاي عبارة عن مواد ناتجة وهاي عبارة عن مواد متفاعلة. فلذلك من أجي أريد أطلع الدلتا سي بي راح أقول تساوي دلتا سي بي تساوي كل قيمة من قيم السي بي بالنسبة للمواد الناتجة وبالنسبة للمواد المتفاعلة لازم أضربها في عدد المولات، والسبب أنه الوحدات المعطاة عندي هي عبارة عن كالوري بير مول كلفن. فأنا أصلا أريد أتخلص من المقام بحيث أنه حرارة التفاعل ما أطلعها بشكل سبيسيفيك، وأنا ما راح أطلعها بشكل كالوري، ما أطلعها بشكل كالوري بير مول، فلذلك لازم أضرب في عدد المولات حتى أتخلص من المول موجود عندي بالمقام. فلذلك بالنسبة للمواد الناتجة عندي مادة ناتجة واحدة فقط اللي هي ال HCl، عدد مولاتها إذا نلاحظ معادلة التفاعل الكيميائي تساوي 1. فهنا راح أجي أعوض عدد المولات هو 1، وبالنسبة لل CP الخاصة بال HCl مثل ما انطاني اياها بالسؤال هي عبارة عن 6.8، فراح أقول 1 في 6.8 هاي فيما يخص سي بي للمواد الناتجة ماينس سي بي للمواد المتفاعلة راح تكون بالشكل التالي. أيضا كل مادة من هذه المواد أجي أضرب في عدد المولات الخاصة بها. فأول مادة عندي متفاعلة هي مادة الهيدروجين، عدد المولات مالتها هو عبارة عن 1/2، وبالنسبة للسي بي الخاصة بالهيدروجين انطانياها هو بالسؤال بالمعطيات هي عبارة عن 6.82، فهاي راح تكون بشكل 6.82 زائدا المادة الأخرى اللي هي Cl2 أيضا عدد مولاتها هو عبارة عن 1/2، والسي بي الخاصة بها بالنسبة للCl2 هي عبارة عن 7.7، فهاي راح أسجلها فراح أقول 7.7. راح يطلع عندي مقدار الدلتا سي بي، وهذا المقدار راح يطلع بمقدار سالب 0.46 في 10 السالب 3، هاي بعد أن حولتها إلى كيلو كالوري، يعني القيم تطلع عندي إذا هنا لاحظ هي عبارة عن كالوري بير كلفن، طبعا باعتبار أنه فاعل لدرجة الحرارة، فهاي صارت عندي كيلو كالوري بير كلفن باعتبار أنه قسمتها على ألف، لأنه إذا نجي على الوحدات ونشيك الوحدات ونشوف شلون صارت عندي. بالنسبة للوحدات مالت المولات فهو عبارة عن مول، وبالنسبة للوحدات سي بي اللي انطاني اياها بالسؤال هي عبارة عن كالوري بير مول كلفن، فالمول يختصر مع المول يبقى عندي فقط كالوري بير كلفن. قسمت على ألف أو ضربت في 10^3، حولت الوحدة من كالوري إلى كيلو كالوري، فهاي 10^3 هي مرتبطة بتحويل الكالوري إلى كيلو كالوري،
فصارت عندي الوحدات بهذا الشكل كيلو كالوري بير كلفن. فراح اقول اذا الدلتا سي بي راح تساوي سالب 0.46 في 10 سالب 3، ووحداتها راح تكون بشكل كيلو كالوري بير كلفن. بعد ذلك ارجع على المعادلة الاساسية لكيرشوف، فراح اقول اذا الدلتا اتش ار اكس ان ار تي 2 اللي هي عبارة عن 350 كلفن ماينس الدلتا اتش ار اكس ان ار تي 1 اللي هي عبارة عن 300 كلفن راح تساوي تكامل من تي 1 اللي هو عبارة عن 300 كلفن الى تي 2 اللي هو عبارة عن 350 كلفن للدلتا سي بي دي تي. بالسؤال هو انطاني الحرارة مالت التفاعل او الانثالبي اوف ريأكشن ات 27 درجة سنتيغراد اللي هي عبارة عن 300 كلفن. فهنا راح اجي اعوض تعويض مباشر، فراح اقول اذا الدلتا اتش ار اكس ان على 350 هاي احنا نريد نحسبها اصلا اللي هي بال 77 دجري سلسيوس، فراح اقول الدلتا اتش ار اكس ان ات 350 ماينس بالنسبه للدلتا اتش مالت التفاعل انطانياها في معطيات السؤال في درجه حراره 27 وكان مقدارها سالب 22.1 سالب 22.1 ووحداتها عبارة عن كيلو كالوري، راح يساوي تكامل من 300 إلى 350 بالنسبة لقيمة الدلتا سي بي حسبناها قبل قليل وكانت بشكل 0.46 بالسالب، فراح أسجلها سالب 0.46 في 10 والسالب 3 دي تي. او طبعا هاي القيمة الثابتة راح تطلع خارج التكامل وتكامل الدي تي راح يصير دلتا تي، فراح اقول اذا دلتا اتش ار اكس ان في درجة حرارة 350 سالب في سالب راح يصير عندي موجب، فراح يصير بلس 22.1 وهاي وحداتها راح تكون بشكل كيلو كالوري، راح يساوي هذا المقدار راح يطلع خارج التكامل باعتبار انه ثابت، فراح اقول سالب 0.46 في 10 سالب 3 وتكامل الدي تي راح يصير دلتا تي بين 350 وبين 300، فراح اقول عبارة عن تي 2 ماينس تي 1 فراح يصير 350 ماينس 300. فصارت عندي معادلة بهذا الشكل، المجهول الوحيد الموجود بها هو فقط الدلتا اتش ار اكس ان في درجة حرارة 350 درجة سيليزية، فمن خلالها راح اقول اذا الدلتا اتش ار اكس ان في درجة حرارة 350 درجة سيليزية راح يساوي سالب 22.12 وراح تكون وحداتها بشكل كيلو كالوري، لأنه الوحدات اللي موجودة عندي هنا هي عبارة عن كيلو كالوري بير كلفن، ودرجة الحرارة الموجودة عندي هنا هي عبارة عن كلفن، فيختصر الكلفن مع الكلفن كيلو كالوري، وهذه أيضا وحداتها كيلو كالوري، فبالتالي ناتج الحرارة في درجة حرارة 350 أيضا راح يكون عندي بشكل كيلو كالوري. فنلاحظ بأنه مقدارها تغير لكن بشكل جدا قليل، يعني بالبداية في درجة حرارة 27 كان سالب 22.1، أما في درجة حرارة 77 فصار سالب 22.12، يعني التغير جدا قليل. هذا يعني بأنه تأثير درجة الحرارة على هذا النوع من التفاعل هو تقريبا شبه مهمل. نأخذ مثال آخر نوضح من خلال تأثير درجة الحرارة على حرارة التفاعل. فهذا المثال يقول Find the heat of the following reaction at 400 degrees Celsius. SO2 gas plus 0.5 O2 gas goes to SO3 gas.
given that the standard heat of this reaction is minus 23.45 kilocalorie, and the values of heat capacity at constant pressures are منطيني مجموعة من المعادلات. فهنا طالما عندي بالسؤال حساب حرارة التفاعل إذا كانت درجة الحرارة هي 400 درجة سيليزية، والتفاعل هو عبارة عن تفاعل SO2 مع الأكسجين حتى ينطيني SO3. وقايل بالسؤال the standard heat of this reaction يعني حرارة التفاعل المحسوبة في ظروف قياسية اللي هي 25 درجة سيليزية وضغط 1 أتموسفير، إذا صارت عندي قيمة من قيم الدلتا H في درجة حرارة معلومة مقدارها سالب 23.45 كيلو كالوري، ومنطيني قيم الهيت كاباسيتي ات كونستنت بريشر اللي هي السي بي، منطينيها بشكل معادلات. بالنسبة للاس او 2 هي 10.38 زائد 2.54 في 10 سالب 3 تمبرتشر ناقصا 1.42 في 10 اس 5 تمبرتشر بالقوة ماينس 2. وبالنسبة للاس او 3 غاز ايضا انطاني السي بي بشكل معادلة اللي هي عبارة عن 13.7 زائد 6.42 في 10 اس سالب 3 تي ناقصا 3.12 في 10 اس 5 تي اس ناقص 2. وايضا انطاني السي بي الخاصة بالاو 2 وهي عبارة عن 7.16 زائد 1 في 10 اس سالب 3 تي ناقصا 0.4 في 10 اس 5 تي اس ناقص 2. فانطاني قيم السي بي هنا لاحظ بشكل معادلات، وطبعا قايل بانه قيمة السي بي وحداتها هي عبارة عن كالوري بير مول دجري سيلسيوس، يعني كالوري على مول درجة سيليزية. فإذا لازم من نستخدم قيمة السي بي في أي معادلة لازم الوحدات تكون بالنسبة للمولات هي بشكل مول، وبالنسبة لدرجات الحرارة تكون بسيليزية، وبالنسبة لأي نوع من أنواع الطاقة أو من أنواع الحرارة يكون عندي بشكل كالوري. أجي على حل هذا المثال فراح أقول solution أيضا نلاحظ بأنه عندي درجة حرارة تفاعل معينة اللي هي عبارة عن standard 25 وعندي حرارة التفاعل في درجة حرارة 25 وطالب من عندي حساب حرارة التفاعل أو الانثالبي الخاصة بالتفاعل في درجة حرارة أخرى اللي هي عبارة عن 400 درجة سيليزية. فإذا مباشرة أفكر بمعادلة كيرشوف لأنه عندي علاقة رياضية تربط لي بين الانثالبي مال التفاعل بدرجتي حرارة مختلفتين. فراح أقول المعادلة اللي تعبر لي عن هذه الحالة أيضا constant pressure باعتبار المعطيات عندي هي CP، راح أقول الدلتا H RXN at T2 minus الدلتا H RXN at T1 يساوي تكامل من T1 إلى T2 دلتا سي بي في الدي تي، ومنطيني طبعا هو الدلتا اتش ار اكس ان في درجة حرارة 25 درجة سيليزية، انطاني اياها بالسؤال قيمتها هي عبارة عن مقدار سالب 23.45 ووحداتها كانت بشكل كيلو كالوري. اذا عندي هذه القيمة معلومة لازم اطلع الدلتا سي بي واعدي درجات الحراره معلومه حتى اقدر اكامل واقدر احسب الدلتا اتش ار اكس ان في درجه حراره 400 درجه سيليزيه. يعني هذه المعادله اقدر اعبر عنها بالشكل التالي، اقدر اقول هي عباره عن دلتا اتش ار اكس ان في درجه حراره 400 درجه سيليزيه ناقصا الدلتا اتش ار اكس ان في درجة حرارة 25 درجة سيليزية راح يساوي تكامل من 25 الى 400 للدلتا سي بي دي تي. وهنا طبعا بقيت درجة الحرارة بالسيليزية لانه اذا نلاحظ وحدات السي بي المعطاة بالسؤال هي عبارة عن كالوري بير مول دجري سيليسيوس، يعني درجة الحرارة الموجودة في تعبير السي بي هي بدرجة حرارة سيليزية، فلذلك أقدر أبقيها بهذا الشكل.
فمثل ما قلنا هذا المقدار عندي معلوم والتكامل حدوده معلومة، فقط أحتاج حساب الدلتا سي بي حتى أقدر أكمل هذه المعادلة. فإحنا نعرف بأنه الدلتا سي بي تساوي سي بي خاصة بالبرودكت ماينس سي بي الخاصة بالرياكتنس، يعني هيت كاباسيتي مالت النواتج ناقصا هيت كاباسيتي مالت المتفاعلات. فإذا أجي أكتب التفاعل، التفاعل هو عبارة عن SO2 اللي هو بشكل غاز زائدا 1 على 2 O2 اللي هو أيضا بشكل غاز راح ينطيني SO3 أيضا بشكل غاز. فالمواد الناتجة هي فقط SO3 والمواد المتفاعلة هي SO2 والأكسجين. فراح أقول إذن الدلتا سي بي تساوي سي بي مالت النواتج اللي هي خاصة بالاس او 3، وهاي راح أجيبها المعادلة اللي طانياها بالسؤال. فالمعادلة الخاصة بالسي بي الخاص بالاس او 3 كانت في الشكل التالي 13.7 زائدا 6.42 في 10 سالب 3 في تي ناقصا 3.12 في 10 أس 5 التمبراتشر مرفوع الباور ماينس 2. هاي بالنسبة للمواد الناتجة. ناقصا المواد المتفاعلة، المواد المتفاعلة عندي SO2 وعندي O2. ف SO2 عدد مولاته هو 1، هاي طبعا نخليها عدد مولات 1 باعتبار انه عدد مولاته هو 1. فعدد مولات ال SO2 هو 1 في المعادلة الخاصة بالـ SO2 أو معادلة CP الخاصة بالـ SO2 اللي هي عبارة عن 10.38 زائدا 2.54 في 10 سالب 3 تي ونكمل جوه ناقصا 14.2 في 10 أس 5 للتي أس ماينس 2. هاي بالنسبة للحد الأول اللي هو خاص بالـ SO2، زائدا الحد الثاني الخاص بالأكسجين لازم أيضا يضرب في عدد المولات، فعدد مولاته هو عبارة عن 1 على 2، ومعادلة الـ CP الخاصة بالأكسجين أيضا راح أجيبها من معطيات السؤال اللي هي عبارة عن 7.16 زائدا 1 في 10 سالب 3 للتمبراتشر ناقصا 0.4 في 10 أس 5 للتي سكوير. فهذا القوس الثاني صار عندي عبارة عن المواد المتفاعلة. فأطرح بيناتهم أو أقدر بطريقة أخرى أحل المعادلات بشكل آني. إحنا نعرف مثل ما قلنا قبل قليل الدلتا سي بي هي عبارة عن سي بي الخاصة بالبرودكت ناقصا سي بي الخاصة بالرياكتنت، فهي عبارة عن سي بي نواتج ناقصا سي بي متفاعلات. أقدر أحلها بطريقة أسهل فراح تكون عندي بالشكل التالي. بالنسبة للمواد الناتجة، فالمادة الناتجة عندي عبارة عن SO3، فراح أجي أسجلها. فراح أقول بالنسبة للـ SO3 أخلي المعادلة مالت الـ CP الخاصة بالـ SO3 اللي هي عبارة عن 13.7 زائدا 6.42 في 10 سالب 3 تي ناقصا 3.12 في 10 أس 5 تي للقوة ماينس 2. هاي بالنسبة للمادة الناتجة. أما بالنسبة للمواد المتفاعلة فعندي SO2 وعندي أكسجين، فأجي أخلي المعادلة الخاصة بالSO2
هاي طبعا المعادلة بالنسبة للمعادلة الأولى مضروبة في عدد المولات اللي هو عبارة عن 1، وبالنسبة لل SO2 اللي هو يعتبر مادة متفاعلة أيضا عدد المولات راح يكون عندي 1، والمعادلة الخاصة بي راح تكون بشكل 10.38 زائدا 2.54 في 10 سالب 3 التي ناقصا 1.42 في 10 أس 5 التي ماينس 2. وبالنسبة للمادة المتفاعلة الأخرى اللي هو الأكسجين، فراح يكون عندي عدد المولات هو عبارة عن 1/2، والمعادلة الخاصة بالسي بي الخاصة بالأكسجين هي عبارة عن 7.16 زائدا 1 في 10 سالب 3 تي ناقصا 0.4 في 10 أس 5 للتي ماينس 2. هذه المعادلة الخاصة بالأكسجين. لكن احنا نعرف بانه هي عباره عن برودكتس ناقص الرياكتنس، يعني شكو عندي ماده متفاعله لازم السي بي مالته تكون بالاشاره السالبه، فهاي راح تكون اشارته سالبه، خلي اشاره سالبه هنا وهنا ايضا خلي اشاره سالبه، نحاول نوضحها اكثر. هذا فيما يخص SO2 إشارتها راح تكون بشكل سالب أيضا باعتبار أنه عندي مادة متفاعلة، وهذا السالب طبعا راح يتوزع المعادلة الموجودة عندي هنا، وتحل هذه المعادلات آنيا. هذه المعادلات راح تحل بصورة آنية فراح يصير عندي كأنما بالنسبة للحد الأول 13.7 ناقصا 10.38 ناقصا 0.5 في 7.16، فتطلع عندي تساوي بالنسبة للحد الأول راح تطلع قيمته سالب 0.26. هذا طبعا دلتا سي بي، الحد الأول طلع عندي سالب 0.26. أجي بعد ذلك على الحد الثاني، لأن احنا نعرف من نحل معادلات آنية سواء كان طرح أو كان جمع لازم فقط نجمع أو نطرح الحدود المتشابهة. فهسه بالنسبة للحد الثاني راح يصير عندي 6.42 في 10 سالب 3 ناقصا 2.54 في 10 سالب 3 ناقصا 0.5 في 1 في 10 سالب 3، وطبعا temperature تطلع كعامل مشترك، فراح يطلع مقدار الحد الثاني بالإشارة موجبة راح يطلع عندي 3.38 في 10 سالب 3، والتمبرتشر راح تكون عندي كعامل مشترك فصارت عندي تي. وبالنسبة للحد الأخير فراح يصير عندي 3.12 في 10 أس 5 ناقصا 1، هنا طبعا ناقصا وهنا عندي اشاره سالبه، فهذا راح يصير سالب في سالب، هذا راح يصير عندي موجب، فهذا الحد راح يصير سالب باعتبار انه الاشاره موجوده به هي عباره عن اشاره سالبه، فصار عندي سالب 300 او عفوا سالب 3.12. والحد الثاني للمعادله الثانيه هو اشارته سالبه واكو عندي سالب، فراح يصير زائد 1.42. وبالنسبه للحد الاخير ايضا اشارته سالبه، اذا لاحظ هنا إشارة مالته سالبة وعدي سالب 0.5 فراح يصير زائد 0.5 في 0.4 في 10 أس 5، فيطلع مقدار الحد الأخير بإشارة سالبة 1.5 في 10 أس 5، وراح تطلع عندي تي أس ماينس 2 كعامل مشترك. فإذا صارت عندي هذه المعادلة الخاصة بالدلتا سي بي. بعد ذلك أقدر أكامل بصورة مباشرة وأحل، فراح أقول إذن
دلتا اتش ار اكس ان عندما تكون عندي درجة الحرارة 400 درجة سيليزية ناقصا الدلتا اتش في درجة حرارة 25 انطاني اياها بالسؤال وكان مقدارها سالب 23.45 راح يساوي لي تكامل من 25 الى 400. بالنسبة للدلتا سي بي صارت عندي هذه المعادلة اللي موجودة هنا، فراح انزل هذه المعادلة نفسها فراح يصير سالب 0.26 زائد 3.38 في 10 سالب 3 تي الباور 1 ماينس 1.5 في 10 أس 5 للتي الباور ماينس 2 وطبعا دي تي. فراح أبدي أقول راح يساوي بالنسبة للطرف الأيسر راح يبقى كأنما نفسه، فراح أقول الدلتا اتش ار اكس ان في درجة حرارة 400 درجة سيليزية ماينس في ماينس راح تصير إشارة موجبة، راح أقول زائد 23.45 راح يساوي تكامل محدد، راح أجي أكامل بصورة مباشرة فالتكامل راح يصير سالب 0.26 في تي زائدا الحد الثاني اللي هو عبارة عن 3.38 في 10 سالب 3 هذا راح يكون مقسوم على 2 والتي راح تكون بشكل تي سكوير. وبالنسبة للحد الأخير راح يصير عندي كأنما ماينس حدود التكامل مالتي هي ثابتة طبعا وهذا راح يصير عندي 1.5 في 10 أس 5 الباور الموجودة عندي هي سالب 2 إذا أضفت لها 1 بالتكامل راح يصير سالب 1 فأقسم على الأس الجديد فهذا أيضا راح يتقسم على مقدار سالب 1. وبالنسبة للتمبراتشر راح يصير بشكل تي أس ماينس 1 وأجي بعدها أخلي حدود التكامل اللي هي عبارة عن 25 إلى 400 فراح أقول إذا دلتا اتش ار اكس ان في درجة حرارة 400 زائد 23.45 راح يساوي أعوض حدود التكامل بصورة مباشرة وأيضا راح أعوضها بالسيريزية مثل ما قلنا باعتبار أنه الوحدات المعطاة التي بالمقام الخاصة بالسي بي هي سيريزية فهذا راح يصير كأنما سالب 0.26 في تي 2 ماينس تي 1 اللي هي عبارة عن 400 ماينس 25 زائدا 3.38 في 10 سالب 3 مقسومة على 2 في 400 تربيع ناقصا 25 تربيع. وبالنسبة لهذا الحد سالب مع السالب راح تختفي إشارة تصير موجبة فراح أقول زائد 1.5 في 10 أس 5 ونكمل بالسطر اللي بعده في 400 مرفوع الباور ماينس 1 ماينس 25 مرفوع أيضا الباور ماينس 1. تحل المعادلة بشكل بسيط تطلع عندي قيمة الدلتا اتش ار اكس ان في درجة حرارة 400 درجة سيليزية فراح أقول إذا الدلتا اتش ار اكس ان في درجة حرارة 400 درجة سيليزية راح تساوي لي المقدار التالي راح يطلع عندي الناتج الخاص بهذه القيمة هو بمقدار سالب 28.903 ووحداتها راح تكون بشكل كيلو كالوري بينما في حرارة 25
القيمة كانت هي عبارة عن 23.45، وهنا أيضا الإشارة السالبة تشير إلى أنه التفاعل هو عبارة عن تفاعل باعث للحرارة.